اكيد لما حضرتك توليت المسؤوليه دي، انت طبعا زون 5 دي منطقه يعني ساخنه بالنسبه لنا كمصر، يعني انا طبعا حوض النيل واشقائنا بيشاركونا او بنتشاطئ معاهم حوض النيل، فكان ليك هدف اكيد لما توليت المنطقه الخمسه. انت تعرف يا كابتن هيثم، عشان انت كنت لعيب كبير في منتخب مصر، ان دايما الباسكت كان في غرب افريقيا، السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وانجولا. كانت شرق افريقيا مصر هي دايما الزعيمه، وساعات يبقى معها مره رواندا مره كينيا، يعني على حسب المنافسه. يعني هي دايما مصر كانت متزعمه، فكان الباسكت كان بعيد في حته افريقيا الشرقيه. صحيح. فبدات ابني تاني المنطقه الخامسه بحيث ان نقدر نطور ويبقى في دول تانية بتنافس والمستوى يعلى في افريقيا الشرقيه. فاحنا قدرت بالمسابقات والدراسات وحاجات كتير جدا ان نقدر النهارده يبقى عندنا فرق بتنافس كتير جدا، زي كينيا رجعت بعد 28 سنه تشارك في بطوله افريقيه، عندنا اوغندا، عندنا رواندا النهارده بالملاعب عندها الجديده، النهارده رواندا قفزت قفزه جامده جدا، والضيف الجديد كمان جنوب السودان. جنوب السودان طبعا عامله فريق كويس جدا. الحمد لله وشكر لله قدرنا اننا يبدا الناس تقول ان احتمال كبير جدا في خلال مده معينه كده هنلاقي الباسكت اصبح في ايست افريكا كمان. انت شغال على ده؟ هو ده التارجت بتاعي طبعا، ان انا اقدر اوصل الحمد لله. وصلنا خمس فرق في الافرو باسكت اللي فاتت، وباذن الله في السيدات برضو، وباذن الله في الانديه بطولة الباسكت بول افريكا ليج اللي هتتلعب السنه دي، اول مره يبقى عندي ثلاث فرق، مصر، فريق من مصر ورواندا وجنوب السودان.